آه صحيح، تذكرت لازم نشتري حواضر للبيت. أمي نشتري؟ ليش مستعجلة؟ لسه عم تسأليني ليش مستعجلة؟ ما ضل شقفت لحمة بالبراد. أنا كمان ما ضل معي مصاري. يا الله دخيلك، بس حدا يقدر حالتي. أنا كم مرة نبهت عليكي لا تحكي عن الأغراض اللي لازمتنا قدام عاصي؟ مو شايفتي عم يدرس؟ ليش لحتى تشغلي بهيك شغلات؟ أمي؟ أمي؟ من كم يوم كنت بدي أعطيكي هدول بس نسيتهم. بصراحة ما نسيتهم بس خفت تعصبي مني وتتضايقي. تفضلي. ابني شو هدول؟ ممكن تقلي من وين جبتون؟ سلفة شغل، وهدول ولا شي، لسه كتير رح أكسب. لك ابني شغل شو؟ انت ما عم تروح على دوامك؟ ما أنا قلتلك موضوع الدراسة خلص. عم تقلي خلاص؟ بالله عن جد؟ سمعتوا أخوكن؟ ما بده يكمل دراسة. هدول ليش هون معناها؟ هدول الخيطان وإبر الخياطة وهاد المقص ليش؟ مين هلأ ممكن يقدر يخيط لي قلبي؟ مين رح يعوضني عن كل شي راح؟ أمي لك لا تحكي شي، لا تحكي إلا عيوني اللي عم بعميها قديش بيسوا. أخوكم بطل دراسة. لك هذا شو هديل اللازمة؟ أنا ليش قضيت كل عمري بالخياطة؟ لك ليش؟ ليش قضيت كل عمري ورا الماكينة يا ربي؟ خلص ما عاد بدي شي من هدول الأغراض. لك ابوها من الزبالة ما بدي منهم شي. يا الله دخيلك أمي. كبوا الباكينة ما عاد بدي شوفها. كبوها تعبي كلها سنين راح بالأرض. لك الله ياخذني لارتاح. ايوه ايوه الظاهر قايمه لقيامه جوا عنده. لك انا ليش عم خيط كل هالسنين؟ ليش؟ بتعرف شو اللي قاهرني يا عاصي؟ اني عم عيش حياتي على امل واحد. دعيت لله ما ياخذ نور عيوني قبل ما اشوفك مخلص دراسه ومتخرج. يا ريتهم ينعموا عيوني وما شفتها لهاليوم القاسي. ماجد، ماجد استنى. عاصي شو الموضوع؟ أنا شو بيعرفني ناريمان؟ هالولد جن على الآخر. فخرية أنتي خدي هاد، أنا رح روح من هون قبل ما يشوفني حدا.
ماجد اتصل كمان وما سمعنا. شبك ناريمان، انت اللي مو سمعاني. شو عم يقول؟ عم يقول بده يشوفني عند البحر بعد شوي. روحي اركضي يلا. طيب شوفك ناريمان، روقي شوي.